صباح الخير الحمد لله سلامة ثانك يو لكل المشاهدين كمان اليوم رجعنا فوكينج واليوم هيك عندي وصفتين بسيطين اكيد كل ست بيت عندها اياهم بالبيت اليوم عبالي اشتغل بالكشك يلي بدي اكسره باللبن مع انه على طول نحن وقت بنقول كشك بنعرف انه بينعمل باللبن بس مصر. اليوم عبالي ضيف على الكشك اللبن شوي من المي بدي لوح بطنجره بصل ثوم بندوره بدي ضيف عم الكشك عم تسمعي رانيا ما عم تسمع بدي ضيف شوية من السمسم ملح بهار أبيض وبدي أقول إنه هيدي وصفة بدي أكلها مثل اللبنة يعني لبنة على الكشك إذا بدك وصفتي الثانية هي اليوم ما عم بحكي على العدس مع الخبز لوحده على نار بطنجرة على نار بدي لوح كمان رانيا هلا إلك بصل ثوم هلا عطشان نبش على رانيا ما في رانيا تهرب هربت رانيا بصل ثوم كزبرة رب البندورة عصير البندورة شوية من العدس دبس الرمان ورجعنا بدنا نختم بالخبز خلينا نبلش بالكشك مش غلط الواحد يضحك هيك يفشخله من وقت لوقت لكن زيت زيتون واليوم بدي اقول للمشاهدين انا شخصيا بعمل منقيش الكشك يعني اوقات كثير بعمل منقيش الكشك بزيت الطريقه يلي انا هلا عم بشتغلها ستيفاني بس ما بحطهم على نار يعني هو من الكشك بارد بضيف عليه البصل والثوم والبندوره هلا كل المقادير اللي بنشتغلها حشوه للمنقيش هيدي حشوه للمنقوشه او حشوه انا باكلها مثل اللبنه بخبز يعني كمان بتطلع طيبه كثير اوكي من شو معمول الحشوه بطنجره على نار وضعنا ملعقتين من زيت الزيتون اوكي ورجعنا ضفنا بصل كبير مفروم صغير هلا في ناس ما بحطوا بصل في كثير عالم بيعملوا الكشك بالثوم انا من هيك البصل ما بحط بصل. صح انا اليوم عبالي امزج البصل مع الثوم اوكي فينا ما نكتر كمان ما رح نكتر كرميل رانيا ما رح نكتر لكن لوحنا بصل رجعنا ثوم رجعنا بندورة حمراء مفرومة صغير على طول على نار أول ما يدبل البصل خلينا نزيد بعد شوية زيت زيتون تحمر اوكي زيت زيتون لكن بصل نزيد هلا ثوم بتعرفي الكشك كثير بيلبق له ثوم ستيفاني مظبوط فينا نضيف مزيج من ثوم المفروم مع ثوم المدقوق لكن بذكر انه انا هلا عم بشتغل بالكشك هون في عندي كوب من الكشك اكيد يمكن في كثير من المشاهدين هن اللي بيعملوا الكشك مثل فينا نشتغلهم مثل ما فينا نشتريهم معودين نحن وقت نشتغل بوصفه الكشك ان كان مع اللحمه راس العصفور الكبه او هلا شيء نحط شويه مي وهلا اليوم بدي اكسر الكشك بدل المي بلا لا بدي احط مي كمان وبدي احط نقطه من المي وبدي احط اللبن يعني اول شيء لكن اليوم عم مش نحكي غلط هذه وصفة كثير طيبة عم نحكي على كباية من الكشك بعرف انه هلا المشاهدين بكونوا عم بيقولوا ما الكشك نحن بنعمله من اللبن بس بدنا نضيف له نص كوب من اللبن هلا عم ضيف البندورة ستيفاني على البصل والثوم اوكي يلي على طول على نار مزجت اللبن مع الكشك يلي بدي اضيف له شويه من المي ما بدي كتر شوي
فوالا تري بيان. هلا بدنا نزيدهم على البندوره. بدنا نزيدهم قبل ما نزيدهم بدي اضيف شويه من البابريكا. اوكي نغير اللون والطعمه. صح، شويه من البهار الابيض وشويه من الملح. هلا اخر شيء بدي في المي. اوكي اذا عازوا برجع بضيف شويه من المي. أوكي. اخر شيء عليهم. لكن نرجع بنذكر انه اليوم اشتغلنا بالكشك مع اللبن، رجعت ضفت شويه من المي شويه من البابريكا. بس اليوم بدي اقول للمشاهدين انه هيدي وصفه انا بدي اياها سميكه ستيفاني. أوكي. يعني ما بدي اياها رخوه. اوكي بلا. حاكتفي هون بدي اضيف الكشك على البصل والثوم والبندورة يلي على طول على نار. قد ايه وقت؟ ما بدهم كثير وقت. فوالا ضفت الكشك على نار خفيفة ستيفاني. اوكي طلعت ريحة الكشك. ما بدها وقت كثير. بدنا نزيد. بدي ارجع اضيف لها ملعقه من رب البندوره. اها بدي طفي النار وبدي غطيها بالسمسم. هيدي هي وصفتنا. واليوم بدي برجع بذكر وبقول انه انا هيدي وصفه فيي شدها قد ما بدي مثل ما فيي رخيها. فوالا هينه كثير كثير. هينه كثير، انا اليوم بدي اياها مثل اللبنه. بدي اياها رخوة مثل اللبن، برجع بضيف لها نقطة من المي. ولا دقيقتين بدي طفي النار. هاي أول وصفة. صبها وبدي خلينا نرخيها هيك نقزة مش أكتر. مثل ما قلتي فينا نزيد مي قد ما بدنا. ما بدنا، في ناس ما بحبوا الكشك سميك، بحبوا هيك مثل اللبن أو مظبوط رخوة أكتر حسب الوصفة. فوالا حنكتفي هون. دقيقة رح طفي النار، حأتركها على نار خفيفة. خليني انتقل لوصفتي الثانية ستيفاني. وصفتي الثانية من شو معمولة؟ معمولة من بصل ثوم كزبرة. أوكي. اليوم عم بحكي على كزبرة خضراء، يعني بطنجرة على نار. واليوم وصفتنا هي العدس مع الخبز المقلي او المشوي بطنجره على نار. بدنا انت سلقت العدس؟ سلقتهم ثلاث ارباع السلقه. صح، لانه بدهم وقت. نحن كمان فينا نسلقهم بالبيت. فينا نسلقهم بالبيت، بتصير الوصفه اسرع افضل واحسن. هيك نتاكد انه مسلوقين، انه استوى. لكن بطنجرة على نار. هلا خلصنا من الكشك، انتقلنا للعدس مع الخبز. بطنجرة على نار وضعنا شوية من زيت الزيتون. بدنا نضيف بصلة. اليوم حبيت اشتغل بالبصل القطعتا شويبية. اوكي. وتوم. توم مفروم. حأطفي الكشك ستيفاني. ما بده كتير وقت. وضعوا على جنب. اليوم بدي اقول انه هيدي وصفه، اذا عم بحكي بعدني بالكشك، هيدي وصفه فيي اكلها فتره مثل ما فيي اكلها مسقعه. كمان بتطلع كثير طيبه. اما هون في عنا البصل يلي قطعناه شويبير يلي بدي لوحه على نار مع كزبره خضراء، شوية من الثوم المفروم بالإضافة للبندورة الحمراء. أوكي هينة الحديد. هلأ كل الوصفات هينين، سهلين وسريعين وطيبين صراحة. أهم شيء أنه المقادير منلاقيهم بكل بيت. مظبوط. بهالوقت ستيفاني أنا رح عبي.
هلا رح نعبي الكشك. حطينا بصل، ثوم، كزبرة وبندورة. كزبرة بندورة. لكن وصفة اليوم هي العدس مع البصل والثوم والكزبرة والبندورة. العدس يلي سلقته ثلاث ارباع سلقة، بدنا نضيف الكزبرة. هون بدي اقول انه فينا نستخدم الكزبرة المجلدة مثل ما فينا نستخدم الكزبرة طازة. ما فينا نحط يبسة كمان تزبط اكيد. اوكي طلعت ريحة الكزبرة. بالنسبة لي أطيب ريحة كزبرة وكوم. الكزبرة أي الكزبرة كثير طيبة جد، مع إنه في كثير ناس بيقولوا لي نحن ما بنهضم الكزبرة ثقيلة، بس هي طيبة بكل الوصفات. فوالا بدنا نعبي الكشك. بدنا نعبي الكشك يلي بدنا نغطيه. كثير طيب. فينا نزيد عليه نقطتين كمان زيت زيتون. زيت زيتون هلا رح ارجع زيت زيت زيتون. والزيت زيتون شوي مثل الشانكيش هيك، ما هيك؟ لون. أنا بسميها هيدي الوصفة لبنة على كشك أو لبن على كشك، يعني حد بندورة على وجهه. إيه فينا نزين مع نعناع، كزبرة، شو ما بدنا. هنكتفي هون. هلا بدك تزيدي البندورة. ديجا حطينا البصل والثوم الكزبرة والكزبرة. كثير مهم بدنا نرجع نذكر ونقول مثل ما كل مره بنقول انه كثير مهم البصل يدبل، يعني على أكيد. طول وقت بنقلي بصل على نار ستيفاني بكون بده عن جد وقت لما يضل يقرقش. فينا نضيف له رشه من الملح كمان. بدنا نضيف البندوره. هلا اليوم بتساليني بشو بتتميز وصفتي، بدي اقول لك انه هيدي الوصفه يلي هلا نحن عم نشتغلها يلي هي العدس، يعني بطنجره على نار لوحنا بصله مع شويه من زيت الزيتون، ضفنا ثوم كزبره، رجعنا ضفنا بندوره حمراء، بدنا نضيف عصير البندوره، رب البندوره. بس بشو بتتميز وصفتنا؟ بتتميز بدبس الرمان يلي بده يعطيها نكهه، بدنا نرجع نضيف لها شويه من زيت الزيتون يلي كمان بدها تعطيها نكهه، وبدنا نقدمها مع الخبز المقلى او الخبز يلي وضعناه بالفرن. حمص بالفرن. صح. هلا شو بدنا نحط؟ رب. هلا بدنا نضيف ستيفاني هون بدنا نضيف شويه من السمسم، شويه من البابريكا قبل الرب، لكن ضفنا هون بصل، ثوم، بندوره، كزبره، ما بدي انسى. اوكي. هون في عندي العدس، اليوم بقول بحالة نوع من العدس، حالة لون من العدس اللي سلقته ثلاث ارباع سلقه موجود يلي عندنا يلي بدي ضيفه. على وصفتي يلي على طول على نار. اوكي. هلا بدنا نضيف ملح بهار على طول على نار، رب البندوره، عصير البندوره، دبس الرمان. وبدي اقول اليوم ستيفاني انه انا هيدي وصفه بعملها اوقات وبضيف لها رز مسلوق كمان بتطلع كثير طيبه. اوف. لكن بتطلع مثل مدردره. صح. بس ريفيزيتي.
صح هي أطيب أكلة مظبوط. لكن قبل ما نوضع رب البندورة وعصير البندورة ضفنا شوية من البهار الأبيض شوية من الملح بدنا نضيف رب البندورة اليوم نهار رب البندورة ستيفاني وعصير البندورة مش غلط مش غلط لأنه كمان طيبين كتير مع الأكل بدنا نزيد مي ولا لا؟ لا ما بدنا مي، هيدي أكلة بنأكلها هيك لأنه في عصير البندورة فيها عصير البندورة، فيها البندورة كمان ولا بدي أختم بدبس الرمان يلي هي بدها تعطي نكهة لوصفتي أكيد بدي أتركهم على نار بدهم وقت كل ما وضعناهم على نار كل ما احسن كل ما احسن ما بدي انسى دبس الرمان أوكي. انا باكثر وصفات بحب احط دبس الرمان كثير بحبه ايه بتعطي طعمه هيك سكري شوي بدي اتركه على نار خفيفه بدي اوضعه ببال بدي اغطيه ونرجع منغطيه بالخبز المحمص المحمص او المقلي فوالا اما هون خلينا نوضع سمسم خلينا نحط شويه من زيت الزيتون لالك ستيفاني هيدي لبنه مع زيت الزيتون هيدي وصفة طيبة كتير سهلة وسريعة وصغار وكبار بحبوها سمسم كتير طيب معه فينا نحط شوية من البابريكا هاي أول وصفة هيدي أول وصفة تاني وصفة هلا بدنا نسكب تاني وصفة نرجع نزين مع الخبز المحمص بابريكا حط لها شوية فينا حنكتفي هون اوكي كان نحط اثنين بس زيادة وبدنا ناكلها مع شوية من الخبز اوكي هيدي أول وصفة يوم وصفتنا الثانية قد ايه بعد عنا وقت ستيفاني؟ دقيقتين بدها بعد دقيقتين لكن نرجع منذكر المشاهدين انه الوصفه الكشك اللي اشتغلناها هيدي فينا هي ذاتها نشتغلها ونعملها على منقوشه حل عجينه انا بعملها اوقات بعجينه البيتزا حشوة المنقوش بعملها اوقات بعجينه البيتزا من البيتزا بقى عندي عجينه بشتغل بذات الوصفه بدخلها على الفرن تطلع طيبه كثير كمان فينا نضيف البندوره فينا نخفف البندوره نشتغل مثل ما بدنا اما هون خلينا نعبي شو رايك يلا افتكر استوى خلاص لانه ديجا سلقين العدس واحد بيغير اوقات بناكل دائما العدس بنفس الطريقه يا بنعمل مجدره يا بنعمل سلطه عدس يا بنعمل بتعرفي كمان هيك خلينا نعطي تبس ونخبر المشاهدين انه انا هيدي وصفه اوقات بشتغلها وبحط لها بطاطا يعني بزيت الطريقه مكعبات من البطاطا أوكي. او في امزج العدس مع البرغل يلي كمان بيطلع طيب كثير خلينا نغطيها بالخبز
يعني هي وصفة بسيطة. انت قليتي الخبز؟ انا قليت، انا كل شيء مقلب بحبه. فينا نشوي اذا بدنا. فينا نشوي. مزبوط. فوالا. غطيها بالخبز. جاهي. هذه وصفة هيك سهلة وطيبة. بتعرفي أكثر سؤال بنسأله شو بدنا نطبخ بكرة؟ مزبوط. بعرف من حالي يعني. هينتي لنا القصة. هيدي وصفة صغار وكبار بحبون. حكتفي هون ستيفاني. نحن خلصنا. ميرسي دلال، نرجع بنشوف فيك نهار الجمعة الله راد مع وصفة جديدة.